احنا اليوم في مقام لصالح سيدي علي الحطاب لاستكمال العمل الصوفي في الحاضرة التونسية. معنيتها احنا عندنا طرق صوفية منظمة في تونس ماهيش اعتباطية للعبادة لمناجاة الله للدعاء. كيش نعملوا هنا كل نهار خميس تبدا العمل هوني في سيدي علي الحطاب يوم كل يوم خميس وتختتم في اللحظات هذه شهر ماي نعملوا كل أربعة جمعة متاع العيساوية مع العمل في المقام هذا مش نختموا العمل الشتوي لندخل في العمل الصيفي. أول خميس من شهر جوان عندنا 14 جمعة في سيدي بلحسن، 14 جمعة نعملوهم في المقام مش في المغارة، يتلى فيهم القرآن وتذكر فيهم أحزاب سيدي بلحسن الشاذلي، هي الأدعية اللي ندعو بها الله وتقرب إليه. العمل الصوفي نتاعهم يكونوا فيه كيفاش يكونوا فيه؟ ما هي عملية سهلة، هي جملة من الأدعية يلموها ويقعدوا يذكروا بها للتقرب من الله وحبا في الله، خاطر الصوفية هي حب، هي غرام، هي هويب لله ولمريديه. سيدي الحطاب هو ولي صالح يتميز ببركاته، تتوافد عليه زوار من كامل تراب الجمهورية. هذا المقام هو معلم أثري ومعلم تاريخي عنده حوالي أكثر من 800 سنة موجود. سيدي الحطاب كان متداول عند برشا ناس، رجل صالح معروف، ربي أعطاه كرامات، من بين الكرامات اللي عطاها له ربي قبل كان حطاب، وعلاش عيطوا له الحطاب؟ يمشي يجيب الحطب معناه من الغابه، شهره كونه يراود في السيوده يشد فيهم يجي ربي فاهم لهنا. من كرامات بير الشفاء، كان عنده دابه يبعثها تمشي تبيع الحطب في السوق، عنده ناس غاديك يستقبلوها ويبعثوا له حاجياته معاها وما يرجع، معناه ما يهبطش ديما للعاصمه، منعزل اللي يعبد في ربي معناه. كذلك اتخذت العباد والطريقه فيها اتخذت الاوراد بتاعه والاعمال اللي يقوم بها معناها طاعه الكل في الله ولرسول الله. وكل جل موصوف بالكمال والمخلوق حديث، نعم المولى عزيز والمخلوق عادل بالسمع القدير في جميع الاسماء سبحانه. نفرحوا بالضيفان بالزيار، وتعرف المهرجان كل عام يصير يبقى حتى الأسبوع، وبعد ينتقلوا سيدي بلحسن تجيه الزيار معناه من كامل الطرق من كامل معناه الأماكن. بالنسبة للأنشطة الثقافية، أنشطة ثقافية هي متنوعة، فيها الألعاب الفروسية تقام في خارج ساحة المقام في الساحة الخارجية أمام المنصة الشرفية الخارجية، وبالنسبة للأنشطة تنشيط الأطفال والإسطنبالي والعيسوية تقام داخل ساحة المقام. هذا كل يجب نحافظ عليه، ما يلزمش نتاعها، خاطر هو الموروث الحاضر وهو اللي باش نعيش به وهو اللي يقعد بينا، لأن الخاصية التونسية نحافظ عليها. هذيك المبدأ نتاع الجمعية كجمعية تراثها، احنا ديما نخدموا الخدمة هذه، وحتى كنشوفوا أي أنه تهاون في أنه هالعادات والتقاليد احنا صدمانية مش تقعد موجودة، ونحافظوا عليها وندعمها ونثريها ونعيشها كما ترى الآن. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.